الحجية أم نائل من البصرة تقول: هل يجوز إعطاء كفارة الإفطار المتعمد لأيتام الحشد الشعبي؟ من أفطر يوم متعمد في شهر رمضان عليه كفارة. هاي الكفارة مخيرة ما بين خصال ثلاث: عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين مدمن الطعام، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. هذه الإطعام لمن؟ للمساكين، للفقراء. تطعم 60 مسكين، فإذا أطعمت غير المساكين هاي ما تجزي كفارة. فأنت تكون الواجب عليك تطعم 60 مسكين من الحشد أو من الغير الحشد، الواجب عليك أطعم 60 مسكين. إذا أطعمت غير المساكين هذا ما الكفارة هي ما تجزي، لابد من أطعام 60 مسكين. وإذا أكو مساكين من الحشد الشعبي فلا بأس أنه تعطوهم الكفارة.